نيابة عن السادة أعضاء لجنة التحكيم. سخير عليكم على سلامتكم. أجل في اللاون مرحبا يسون أنسو في يسون. Le fait qu'il y ait autant de public. Donc je commence par saluer les artistes qui sont là et les amis des artistes qui sont là. En tenant compte du fait que parmi les gens des autorités qui ont aidé à la création et au fait que ce festival se tienne, il y a des amis. De grands amis à la culture qui ont aidé cette manifestation. Donc je les salue aussi. Je voudrais vous dire une chose. D'abord, Mbarok. Un grand Mbarok. Mbarok Filaven. Mbarok Filala. Mbarok pour les artistes. Mbarok pour l'Algérie. Parce que c'est un festival qui est très important pour toute l'Algérie et qui est algérien par essence. Donc c'est plus important. Deuxièmement, je dirais Mbarok aussi tout le staff qui a tout fait pour que ce festival existe et qui l'a réveillé après 5 ans de sommeil. Donc il y a la naissance et on espère la renaissance du festival Amazir qui se tient pour l'instant à Tizi Ouzou, qui a l'air d'être dans cette région, mais qui en fait sera sûrement et deviendra un phare pour toute l'Algérie. Inch'Allah. Voilà. Et c'est avec... Je vous parle, je sais que vous attendez tous le palmarès, donc je vous dis Mbarok Ali Rbho. مبروك على شاركوا وان شاء الله اللي ما ربحوش هذا العام يربحوا العام الجاي سلا نيغيا لامبورطون سي دافوار بارتيسيبي دافوار في رونيتر سو فيستيفال داكور العام الجاي ان شاء الله يورا بلوس دو برودوي سيغتانمون بلوس دو بري ان شاء الله يورا بلوس دارجون اي اون اسبير كو مدام لا مينيستر aidera ce festival à éclore et à s'épanouir. Merci comme ça, merci. Parce qu'il est spécialiste, c'est un grand acteur de Tizi Ouzou. Nous l'aimons énormément. Moi, j'ai personnellement déjà travaillé avec lui et c'est avec plaisir que j'appelle Ocelès. Elle y aller sur scène pour يوليهم سقاموت سلوك تزال يتفاس كافة الإنسان تغلناو نسالو أمازيغ سكمي بلان وسان تفاس كافة سي 26 30 دي ثوار 2024 دي تيزي وزو تسقاموت سلوك تزال ولا يبقي سورا دي عدان دي تزقع من السينما في الجبيرة دي سواتي قرزن دي تجي تلاج الروح متمزيزل أو تخدم بالدل تكتيوي في تزوالا أن ستنمر تغلفا مير لسف تزوري ماس الوالي انتزي وزو ماسا تنمهاد مير لسف تزوري انتزي وزو غافو سبدل تزقى جرجرا في قرزن في شبحن أتاس أتاس أسقان جرجرا إلى قتيليان دنبليا مشلاحا ذو النع لبنيا تسقيوي السينما في مور الجزائر نبغى دابا ادنيني نجدها هي عقال تفسكا هي عقال تملها انت محلا يجلس زوري تيزي وزو اي سي ا دي سي اي سي ا سي ا اي ام زي كنيين لي اكسبوزون ام سيريغون لي كونفيرونسيي اي سي المادون دونك لي زانيماتور اتيلي او لين المادون لي زابرونون سلد ثم غليم من 16 سورة ديال الصنف سلد أسدر أسقر دش إديلان ديال إعجالة تسقاموت نفتزال تسقاموت نفتزال كاد إوليهن تفاسكا في 18 نسالهم أمازال أثني أم زوالو أسفدل تسقاموت نفتزال إيال الصنف نسورة ويسين أفران ديال أفران نوفالي سورة تمزيجل تنتفاسكا
وسلاتا اتيكير نسورا تثلاين النظام يدي السوق لنا تثلاين التمزق دوبلاج وسربعة اتوغا الفسكا نسالو غمازيغ تتوخدم اتوغا الفسكا نسالو غمازيغ تيكراغلانت إوا كانت تيكي نسورا تتوخدم عند النظام ويس خمسة أسودس أورغانيزاسيون أسودس نتنزلوخ تنكيرا نسورا نسوفا سوفوس نتالنت لي سماس أغرباز ولاد فايت ذو غرباز مينوت نكوليا ويدي موراس يغرباز ويستا أسيول إي مزاكن لي سبيسياليست إبرانيين يوصل مدن السينما للجزائر أسنو الفو نوارز تزمورت نورا إثوغنيوي إيماج الصوت المونتاج أزوان أكد ذو سوفا سلبغيت المهار كلي إذلس زوري تيزي وزو أكد مسانا بلا كونزيان أكد الكوميسيار ماس عمر تريباش شاقرون تفاسكا نرناد يون ورز إسميس بري سبيسيال دي جوين دي تاقالا أدنيني أيوز إيوي دي فازن دي فاسكا يجير أن سبغس ويار غافو تيكينسن نسرمسن إيجما ريكرزن بسورة إمينوت إلمند إعقالن نسقاموت نفتزل مسا حميدة الحاج تسلويت نسقاموت نفتزل تنميق نوت Voilà, monsieur Behloul, qui est producteur et surtout, et avant tout, réalisateur. Donc, je demande à l'artiste Amel Behloul de se présenter ici et de nous dire en arabe. Nous sommes Behloul à l'arabe. Salam alaikum. Awalan, uridu an uhammiukum bihada al-mihrajan al-thaqafi. الذي يتزامن بالذكرى السبعون لاندلاع الثورة وأهنئكم وأهنئ نفسي وكل الزائرين من مدينة الشهداء تيزي وزو هنيئا لكم بالذكرى السبعون. توصيات اللجنة التحكيم الطبعة 18 للمهرجان الثقافي الوطني للفيلم الأمازيغي. خلال أيام المهرجان الثقافي الوطني للفيلم الأمازيغي الذي نظم من تاريخ 26 إلى 30 أكتوبر 2024 بولاية تيزي وزو، قامت لجنة التحكيم بعملية انتقاء بكل اهتمام وتفاني وفي ظروف جيدة. قبل كل شيء نود أن نهنئ ونشكر وزارة الثقافة والفنون وكذلك السيد والي ولاية تيزي وزو والسيدة مديرة الثقافة والفنون لولاية تيزي وزو على إعادة بناء قاعة سينما جوجرا التي تعد مكسبا وجوهرة حقيقية للمنطقة. إذن تكريم خاص للسيدة رئيسة لجنة التحكيم الدورة الثانية عشر المخرجة القديرة الأستاذة الجامعية حميدة آيت الحاجة تحت تحياتكم أخوكم. Remarquez quand même que c'est la première fois qu'il y a en même temps un châle berbère, un mazir avec une tenue palestinienne et un petit coup de poing à cela. La tenue palestinienne est toujours présente dans le cœur des tadawarat aljazairiya et dans le cœur de la nation aljazairienne. Mohamed Chafawi, le mouvement de l'Ouest, le mouvement de l'Ouest, le mouvement de l'Ouest, le mouvement de l'Ouest, le mouvement de اللغة العربية وكذلك اللغة الأمازيغية في نفس الوقت. يعني المنتج عامر بهلول واحد من المنتجين الغنيين عن التعريف بالمشهد السمعي البصري في الجزائر، وهو رائع صاحب رائعة دموع لولية. المنتج عامر بهلول واحد من الإنتاجات الضخمة رمضان 2024، إن شاء الله الموعد راح يتجدد في رمضان 2025 أستاذنا.
وكذا السيد حجي ممثلا عن السيدة وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة سوريا مروجي لياخذ صورة تذكارية جماعية مع السادة أعضاء لجنة تحكيم الدورة 18 لمهرجان الفيلم الأمازيغي. شبحان القيمة التنقية غف لقدي شقية غف فسكية قية غف مهرية قية تعلق فبالسنة نسر ومزيغ ديزريكس 18 غف